السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وسلم يا رب تسليما كثيرا على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والرسل. من صيدلية الدكتور محمد الأفاظ بالأسكندرية أجدد التحية، وعنوان الحلقة علاج التينيا الملونة، تينيا فيرس كولر، التينيا الملونة المبرقشة. طبعا التينيا مرض جلدي يصاب بسبب نوع معين من أنواع الفطريات، فطر اسمه تينيا فيرسيكولر. والتينيا لها أنواع، في تينيا بيدز اللي هي بين الصوابع بتاعت قدم الرياضي، وتينيا انجويناليز اللي ما بين الفخاد، أنواع كتير من التينيا، وفي تينيا فروة الرأس. خلينا في التينيا فيرس كولر اللي هي التينيا الملونة أو المبرقشة. دي بتصيب الناس في المناطق الحارة خصوصا. ليه؟ لأن العرق لما بيتراكم على جسم الإنسان بيصبح بيئة مناسبة لنمو الفطريات والبكتيريا. كذلك الناس اللي بتغطس في المجاري، في ناس بتنزل تغطس في المجاري، كذلك الناس اللي بتغطس في بعض الشواطئ التي يتم رمي مياه الصرف الصحي فيها برضو بيحصل لهم تينيا. كذلك الناس اللي ما عندهمش نظافة عامة في بيوتهم. فلذلك قبل أن نبدأ في هذا الفيديو لابد من إجراء النظافة العامة جيدا. اللي هي ايه النظافة العامة؟ كياس المخدات، كياس اللحفة، ملايات السرير، المراتب نفسها، الحاجات دي كلها لازم تتغسل كويس وتتغلى، وأثناء الغلي يتحط مطهر زي الديتول، والمراتب تتنشر في الشمس، والغسيل اللي اتغلى ده وتحط عليه مطهر لابد أن ينشر في الشمس، لازم يتنشر في الشمس جيدا علشان الشمس بتقتل البكتيريا والفطريات والجراثيم ومسببات الأمراض، لازم تتعرض للشمس. تمام؟ أيضا الملابس الداخلية لابد أن تكون ملابس داخلية قطنية. الناس اللي بتلبس كاوتش أو بولي إستر أو ألياف صناعية، الألياف دي ما بتمتصش العرق، يعني لازم تلبس فانيلا داخلية أو أندر وير مصنوع من القطن بحيث يمتص العرق، لكن لما بتلبس حاجة ألياف صناعية بيظل العرق على جلدك، مما يتيح بيئة مناسبة لنمو البكتيريا والفطريات والجراثيم وكل مسببات الأمراض. نيجي على الغيارات الداخلية، لازم تتغلى كويس ويتحط عليها كلور وديتول، وبعد ما تتغلى كويس تتنشر في الشمس. النشر في المناور الداخلية بيخلي الغسيل ريحته مكمكمة ويتراكم عليه البكتيريا والفطريات، مما يسمح بظهور الأمراض الجلدية. فبلاش النشر في المناور الداخلية، ده شيء في منتهى الخطورة. لازم الملابس ترى الشمس والهواء علشان تقضي على البكتيريا. دي إجراءات النظافة العامة اللي لو ما عملتهاش هتستمر التينيا الملونة تاكل في جلدك كله، فلازم تعمل هذه الإجراءات لتتجنب الإصابة، بالإضافة إلى عزل الشخص المريض، الشخص اللي عنده تينيا فيرسيكولر. ما تستخدمش حاجات، ما تستخدمش الفوطة بتاعته، ما تستخدمش حاجاته الشخصية، تمام؟ تبعد بيه عنه، لأن التينيا فيرسيكولر أو التينيا الملونة مرض معدي. طيب نبتدي بقى واحدة واحدة. طالما الجلد جاله عدوى يبقى في مشكلة في الجلد، مناعته قليلة. طبعا خدنا إجراءات الوقائية للحفاظ، النظافة العامة، تمام؟ هناخد كبسولة فيتامين ألف
علشان سلامة البشرة، كبسولة 3 مرات، الشريط ده ب9 جنيه. وهناخد كبسولة عامة أهي فيها كل الفيتامينات لتقوية المناعة بتاعت الجسم عامة، الشريط ده ب18 جنيه. علبة الكيلو في، علبة الكمين، علبة المنجم، علبة الدكتور محمد القفاص أهي، تمام؟ الشريط ب18. خلصنا دول كمكملات عامة، عامة هتنفعك لكل وظائف جسمك. نيجي بقى عايزين نعالج التينيا الملونة أو التينيا فيرسي كولر من الداخل ومن الخارج. أي علاج لازم يبقى من الداخل ومن الخارج، تمام؟ لكن قبل أن نتناول هذه الكبسولة لابد أن أتأكد أن وظائف الكلى ووظائف الكبد سليمة لا تشوبها شائبة، لأن هذه الكبسولات تضر الكلى وتضر الكبد. إيه؟ فلوكورال كبسول، فلوكورال كبسول أو تريفلوكان كبسول، أهو تريفلوكان كبسول أو فلوكورال كبسول. العلبة دي ب17 جنيه وربع، كبسولتين، والعلبة دي كبسولة واحدة ب15 جنيه، أهي كبسولة واحدة ودي كبسولتين. يبقى إذن أهي دي التريفلوكان كبسولة واحدة ب15 جنيه، وده الفلوكورال كبسولتين ب17 وربع، يبقى الفلوكورال أوفر، تمام؟ مادة الفلوكوكونازول، الفلوكوكونازول، فلوكوكونازول هاخد كبسولة أسبوعية، كبسولة أسبوعية، يعني هاخد مثلا يوم السبت وهاخد السبت اللي بعديه والسبت اللي بعديه، كبسولة أسبوعيا لمدة شهر أو 6 أسابيع حسب انتشار التينيا الملونة في الجسم وحسب شدة المرض والإصابة، تمام؟ من شهر ل6 أسابيع، يعني من شهر لشهر ونص، ده كده الكبسولات، تمام؟ ده كده عن طريق الفم عشان الكبسولة توصل للدم تمشي سيستميك تقضي على الفطريات من الداخل. الدهان من بره بقى، الدهان من بره هنتقي يا إما يا هجيب فانجي كير صابونة، صابونة مضادة للفطريات دي ب20 جنيه، تمام؟ الصابونة دي ب20 جنيه أهو 20 جنيه، تمام؟ يا إما هجيب نيزابكس شامبو، نيزابكس شامبو، تمام؟ نيزابكس شامبو ده ب20 ودي ب20، يا ده يا ده، يا الصابونة يا الشامبو، أنا أفضل الشامبو طبعًا، تمام؟ وليف كويس جدًا 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 لإزالة الطبقة الدهنية التي تعمل كعازل ما بين الدهان اللي هتدهنه وما بين الجلد، يعني الطبقة الدهنية دي هتبقى زي كفر كده، زي عازل، فأنا بعمل إيه؟ بزلها بالفانجي كير صابونة والنيزابكس، بزلها كويس، تمام؟ زلتها خلاص، أنشف جلدي جيدًا، أنشف جلدي جيدًا، وبعدين بقى وظيفة حاجة مهمة جدًا، ملحوظة مهمة جدًا، لازم أقعد عريان، أقعد بالأندروير، أقعد شابونيز، أقعد مالت، طب ليه؟ هل إحنا هنصور فيلم بورنو؟ لا والله. أنت دلوقتي لو دهنت الدهان ولبست الهدوم، الهدوم هتيجي واخدة الدهان، يبقى ما عملناش حاجة، لا، لازم تقعد نص ساعة، نص ساعة لغاية ما الجلد يتشرب الدهان جيدًا. هدهن إيه؟ هجيب سبراي اسمه كولوسول، كولوسول سبراي، كولوسول سبراي أهو، تمام؟ كولوسول سبراي ده هرشه على الأماكن اللي فيها التينيا فيرسيكولا، تمام؟ وأسيبه شوية الجلد يتشربه، قول 10 دقايق ربع ساعة، بعد كده أنزل بالنيستافورم، نيستافورم مرهم، نيستافورم مرهم، ده ب4 جنيه وبريزة. تصدق على الصيدلي واديله 4 جنيه وربع، واقول لك اديله 4 وخلاص، امرك لله، تمام؟ نستا فورم مره هتدهنه بعد الكولوسول سبراي. الكلام ده مرتين يوميا لمده شهر او 6 اسابيع لغايه ما تزال التينيا فيرسيكولر تماما، وتاكد من عدم فعل ما حدثته ما فعلته مسبقا، يعني انت دلوقتي كنت مثلا بتعرق كتير وبتلبس ملابس
صناعيه ما تلبسهاش، تمام؟ ملايه السرير وكياس المخده تتجدد اول باول، تتنشف في الشمس، تتغلي في مطهرات، الحاجات اللي سببت لك التينيا الملونه ما تعملهاش تاني، تمام؟ وطبعا احب ان اوجه التحيه لكل العاملين او الغواصين في الصرف الصحي، وكذلك العاملين في الشواطئ التي يلقى فيها ماء الصرف الصحي الذي يتسبب في اصابتهم بالامراض الجلديه واصابه كليتهم وكبدهم ايضا، لان المياه بتبقى ملوثه جدا. وده نداء للدوله ان هي تنظر في هذا الموضوع، عدم القاء مياه المجاري والصرف الصحي داخل الشواطئ وسط الاهالي. دمتم يا رب بصحه وعافيه، ولا احتجتوا اي طبيب ولا اي صيدليه ولا اي دواء، ولا تنسوا ذكر الله والصلاه كثيرا على سيدنا محمد خاتم الانبياء والرسل. شكرا على طيب المتابعه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.